تغريدة فيسبوكية جمعت كل هذا الحشد بابتدائية الشيخ بومامة في السهل الغربي العنابي، أبطالها تلاميذ حقبة الثمانينات الذين أرادوا رد جميل أساتذتهم، فكانت مبادرة ولا أروع من الجيل الذهبي العظيم الذي نجح في إقامة أروع تكريم. الفكرة دي جات من عند جمعية أولياء التلاميذ تاع بعمامة مدرستنا سابقا، ومبادرة حسنة كما نقولوا لمين الأساتذة بعد 35 سنة. إحساس كبير، مليح مليح مليح. خلاص فكرت أيامات اللي كنا هنا في المدرسة تاعنا، كيفاه كنا في الساحة، فكرت الزملاء تاعي. التأثر بدا واضحا على الأساتذة الكرام الذين عاشوا لحظات الهيام والولوع، ومنهم من درفت دموع. شرفونا بطلبهم هذا لحضور هذا الحفل المتواضع، وأصروا على تكريمنا في هذا اللقاء المبارك. إنها لمبادرة حميمة. زرعنا بذورا صالحة فجنينا محصولا أصلح، والحمد لله لقد وفقهم الله أن يجمعوا الجيل القديم مع الجيل الجديد، وكانت اليوم الفرحة الكبرى. الزملاء اللي هنا نشكرهم على القيم واللفتة الجميلة. والفرحة هذه والاجتماع هذا يعود إلى اجتهاد تلاميذنا القدماء الذي لم ينسونا. أريج الزهر يبقى باليد التي تقدمه، فشكرا لهؤلاء الذين كانوا في وقت ما كهؤلاء، وبين مختلف الأجيال يبقى المعلم هو النبراس لكل الناس.